خلوني أبدأ معاكم بأول خبر من المقاطع المنتشرة واللي لاقت تفاعل كبير، كان لمبتعثة سعودية في أحد ولايات أمريكا وهي تحتفل بيوم التأسيس. خلونا نتابع المقطع ونرجع لكم. Good morning. Your outfit's beautiful. Thank you. You're welcome. Can you tell me a little bit about your outfit? Yeah. So today is Saudi Arabia's founding day. That's why I wear it today. Awesome. Very cool. Yeah. Awesome. Thank you. أكيد مشاهدينا يسعدنا أنه تنضم لنا صاحبة المقطع المنتشر عبر سكايب غلا العنزي. هلا وسهلا فيك غلا. أهلين. طبعا غلا طالبة سعودية، كيفك؟ كيف الحماس اللي أنت شايفته مع انتشار المقطع وصار تقريبا ترند يعتبر؟ والله ما أدري، شعور جدا متلخبط. كلميني عن هذا المقطع شوي. المقطع يعني أنا كنت رايحة على طريق المدرسة وقاعد أصور هذا المقطع ونزلته على التيك توك، ما توقعت إنه بينتشر بشكل هائل كذا. فأيوة كذا يعني. غلا، أولا يعني أنا مبسوطة بهذا الفيديو واللي ترك يعني نوع من الفخر والأثر الجميل جدا لكل اللي شاهدوا. أنت بأمريكا يعني، وأعتقد صعوبة الاحتفال بيوم التأسيس هناك حتى وإن كنتوا سعوديين كثير مع بعض، بس كلميني أنت كيف قدرتي توفري الزي اللي أنت احتفلتي فيه؟ هل كنت مرتبة راسلة لأصحابك أو أهلك بالسعودية يرسلونك إياه، ولا كيف دبرتي عمرك هناك؟ أنا وماما طلعنا على محل نشتري في قماش يعني قريب من البرقع، فصنعته أنا في نفسي في أقل من يوم يعني. أنت اللي خيطتيه؟ أيوة أنا خيطت البرقع. برافو. غلا، كيف ردت فعل الناس اللي حولك، جيرانك، مدرستك، صديقاتك، حتى الناس اللي أهلك اللي في السعودية، كيف كانت ردت فعلهم؟ مدرستي كانوا جدا يعني متسائلين، وكانوا يعني يجون يسألوني هذا ليش لابسته، كنت أقول لهم هذه أول يوم نحتفل فيه يوم تأسيس منذ 300 عام، وحتى إدارة مدرستي أخذوني وصوروني في كاميرات خاصة عن هذا الشيء، وأهلي يعني كلهم مبسوطين. غلا، قولي لي كيف يعني احتفلتي؟ يعني انت بس لبستي هذا الزي ورحتي فيه على المدرسه، ولا كانت لك انشطه ثانيه لما رجعتي على البيت اجتمعتوا انتوا اصحابكم السعوديين اللي موجودين في امريكا واحتفلتوا مع بعض؟ وهل كنت تتمني لو كنت في السعوديه في هذا اليوم؟ ايوه كنت اتمنى اشارككم وانا معكم، لكن يعني احتفلت فيه وانا موجوده هنا في أمريكا، ما في شيء يعني وقفني. برافو. غلا، تقريبا أنت بصف كم؟ أنا ثالث متوسط في نظام السعودية وأول ثانوي في نظام أمريكا. ما شاء الله تبارك الله عليك. وكيف موفقة بين دراستك وبين وضعك الحالي؟ بحكم أنك دخلتي تيك توك. يعني الدراسة شيء والشهرة شيء. حبيبتي غلا، شكرا جزيلا، وفخورين فيكي وفخورين بهذه المشاركة الجميلة اللي انت اديتيها واحتفلتي فيها رغم صعوبة الاحتفال هناك. موفقة يا رب.